مرحبا، أنا جوك سو يالجن، طالب في السنة الأولى بقسم نظم المعلومات الإدارية في جامعة أوستن التقنية. قسم نظم المعلومات الإدارية هو نظام يدير الأفراد والتكنولوجيا ونظم المعلومات، وأنشئ من أجل الاحتياجات الصناعية والسوقية. يقع قسم نظم المعلومات الإدارية في حرم أوستن المركزي. نأخذ في قسمنا دروسا ترتكز على المعلوماتية مثل أنظمة إدارة قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي والبرمجة، إلى جانب العديد من الدروس الإدارية مثل الإدارة والتنظيم والاقتصاد والتسويق وإدارة الأعمال. يوجد في جامعتنا 4 مختبرات للحواسيب والتي يستخدمها قسمنا أيضا. نقوم بالتدريب ليوم واحد في الأسبوع ضمن نطاق التعليم التطبيقي ابتداء من الفصل الدراسي الثاني في السنة الأولى. نقضي الفصل الدراسي الثاني من السنة الرابعة في برنامج التدريب ونتخرج بعد إتمامنا لمشروع التخرج. بصفتنا خبراء في نظم المعلومات الإدارية يمكننا العمل كمحللي أعمال ومديري مشاريع في المجال الإداري وكمحللي بيانات وخبراء في تكنولوجيا المعلومات في المجال التقني. لكون روحي ريادية وجدت أن نظم المعلومات الإدارية قريبة مني. اخترت نظم المعلومات الإدارية لأنني رغبت في تطوير نفسي في كل من الإدارة والمعلوماتية. اخترت جامعة أوستن التقنية لأنها جامعة صناعية من الجيل الثالث، ولأنني أعتقد بأنها ستدعم مشاريعي. بفضل ما قدمته جامعة أوستن التقنية لي ومن خلال إنجاز مشاريعي الخاصة، أريد أن أقدم إضافة لتركيا وللعالم. كما وبفضل الدعم الذي قدمته جامعة أوستن التقنية تمكننا من وضع أسس مشروعنا. إذا كنتم تفضلون علوم الإدارة والحواسيب يمكنكم اختيار قسم أنظمة المعلومات الإدارية. يمكنكم الحصول على فرصة لجعل مشاريعكم تتحقق من خلال تطبيقات ريادة الأعمال لجامعة أوستن التقنية. نحن في انتظاركم جميعا في قسم نظم المعلومات الإدارية لجامعة أوستن التقنية. أتمنى التوفيق لجميع المرشحين الذين سيدخلون الامتحان.